السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا اتكلمنا في الدرس اللي فات اننا هنشرح الاخطاء وانواعها في الكيمياء التحليلية، بجانب اننا هناخد بعض المسائل المحلولة. لكن ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض المسائل، وان شاء الله الدرس القادم هنشرح الاخطاء وكيفية التعامل معها في الكيمياء التحليلية. يلا ناخد بعض المسائل والافكار الجديدة اللي ممكن تتعرض ليها في الكلية او في الشغل بتاعك. بيقول في المثال الاول إن يوديد النحاس الأحادي عادة يضاف إلى ملح الطعام اللي هو التيبل سولت كمصدر للأيودين اللي بيحتاجه الجسم. فبيقول لي احسب عدد مولات يوديد النحاس الموجودة في 454 جرام من ملح الطعام، مع العلم إن نسبة يوديد النحاس في ملح الطعام تساوي 1 من 100%. وعطاني بين قوسين الأوزان الذرية للنحاس واليود، النحاس 63.5 واليود 126.9 أتوميك ماس يونت. في البداية هو عايز يحسب عدد مولات، بس المادة اللي عندي هنا مادة صلبة، إذا القانون المستخدم هو عدد المولات للمواد الصلبة اللي هو بيساوي الماس أوف سوليوت كتلة المذاب بالجرام على كتلة المول الواحد منه. المطلوب معايا هنا عدد المولات. طيب الماس اوف سوليوت وزن المذاب فين؟ وزن المذاب مجهول. طب هحسبه من فين؟ ايه هو المذاب اللي هو يوديد النحاس؟ تمام، انا عندي 454 جرام من ملح الطعام بيحتوي على 1 من 100% من يوديد النحاس. تمام، اذا اكس على 454، اكس دي تمثل كام في المية من 454 جرام؟ تمثل 1 من 100%. انا عايز اعرف قيمة اكس، بقى اكس على 454 في 100 بيساوي 1 من 100. اذا اكس بتساوي كام؟ بتساوي 454 من 10,000 جرام. تمام، يبقى انا كده عرفت ايه كتلة المذاب اللي هو يوديد النحاس. طب المولر ماس بتاع يوديد النحاس كام؟ اللي هو 63.5 زائد 126.9 بيساوي 190.4 جرام برمول. نرجع نعوض في القانون، اذا عدد المولات بيساوي 454 من 10,000 على 190.4، إذا عدد المولات بيساوي 2.38 في 10^4 مول. في المثال الثاني بيقول لي احسب عدد الجرامات من ال HCl الموجودة في محلول حجمه 250 ملي وتركيزه 0.5 مولر. واعطيني بين قوسين الأوزان الذرية للكلور 35.5 والهيدروجين 1 أتوميك ماس يونت. تمام، يبقى أنا عايز أعرف عدد الجرامات الموجودة في 250 ملي من ال HCl. طب عدد الجرامات أجيبها من فين؟ من قانون عدد المولات بيساوي الماس أوف سوليوت على المولر ماس. تمام، طيب عدد المولات ممكن أحسبه من المعطيات اللي معايا في المسألة، المعطيات اللي معايا التركيز في الحجم، إذا ممكن أحسب عدد المولات بيساوي التركيز في الحجم باللتر. إذا عدد المولات بيساوي 0.5 في 250 في 10^3، يبقى بيساوي 125 من 1,000 مول. نرجع نعوض في قانون عدد المولات للمواد الصلبة، يبقى عدد المولات 125 من 1,000، الماس اوف سوليوت اللي هو عدد الجرامات المطلوبة عندي في المسألة على المولر ماس بتاع ال HCl، يبقى الماس اوف سوليوت عدد الجرامات المطلوبة يساوي عدد المولات في المولر ماس، بيساوي 125 من 1,000 في 36.5. إذا عدد جرامات ال HCl الموجودة في محلول حجمه 250 ملي بيساوي 4.56 جرام. في المثال الثالث مطلوب حساب التركيز المولاري لمحلول يتكون من خلط 0.2 مول من الصوديوم هيدروكسيد مع كمية كافية من الماء المقطر للحصول على محلول حجمه 150 ملي. تمام، انا عارف ان المولاريتي معناها
مول بير لتر، تمام؟ بس هو هنا عطيني عدد المولات لكل 150 ملي من الصوديوم هيدروكسيد اللي هو 2 من 10 مول. إذن أنا لو عندي كل 150 ملي من الصوديوم هيدروكسيد بيحتوي على 2 من 10 مول من الصوديوم هيدروكسيد، إذن الألف ملي من محلول هيدروكسيد الصوديوم بيحتوي على كام مول صوديوم هيدروكسيد؟ إذن الإكس بيساوي 1000 في 2 من 10 على 150، إذن عدد مولات الصوديوم هيدروكسيد لكل لتر اللي هي إيه؟ اللي هو المطلوب عندي في المسألة، بيقول لي احسب المولاريتي، احسب المولاريتي، المولاريتي معناها عدد المولات لكل لتر، تمام؟ إذن إكس مول أوف صوديوم هيدروكسيد يساوي 1.33 من 100 مول بير لتر أو مولر. في المثال الرابع بيقول لو عندي محلول يحتوي على أيون النحاس ثنائي التكافؤ واللي تركيزه 3 × 10^4 مولر، ده تركيز أيون النحاس، احسب تركيز أيون النحاس بالبي بي إم بارت بير مليون. يعني المطلوب منك تحويل التركيز المولاري الى تركيز بالبارت بير مليون اللي هو البي بي ام. انا عارف ان التركيز المولاري معناها مول بير لتر، والبي بي ام معناها ملي جرام بير لتر، يبقى انا عايز احول مول بير لتر الى ملي جرام بير لتر. اللتر عندي ثابت في كلا الوحدتين، انا هحول بس المول الى ملي جرام، المول الى ملي جرام، تمام؟ انا عندي تركيز النحاس موجود عندي في رأس المسألة بالمولاريتي اللي هو مول بير لتر بيساوي 3 × 10^4 مولر، تمام؟ طيب انا عارف ان الوزن الذري للنحاس 63.5، معناه ايه الوزن الذري؟ معناه ان كل واحد مول من النحاس بيساوي 63.5 جرام، يعني كل واحد مول من النحاس بيحتوي على 63.5 جرام من النحاس. طب انا عندي واحد مول من النحاس، انا عندي 3 × 10^4 مول من النحاس، اذا بيحتوي على كام جرام؟ يبقى الطرفين في وسطين، اذا الاكس بيساوي 3 × 10^4 في 63 55 من 100 على 1. إذن عدد جرامات النحاس الموجودة في اللتر بتساوي 1.9 × 10^2، تمام؟ طيب يبقى أنا كده حولت المول بير لتر إلى جرام بير لتر، عايز أحول بقى الجرام بير لتر إلى ملي جرام بير لتر. بسيطة خالص، أنا هحول الجرام إلى ملي جرام، هحول الكبير للصغير، إذا هضرب في 1000، تمام؟ يبقى بيساوي 1.9 × 10^2 في 1000، يبقى بيساوي 19 ملي جرام بير لتر. إذا تركيز أيون النحاس 3 × 10^4 مولر هو بيساوي 19 بي بي ام من النحاس. في المثال الخامس بيقول لي لو تم إذابة 25 جرام من كلوريد الصوديوم في 100 جرام من المحلول، ما هو تركيز المحلول اللي حصلت عليه من كلوريد الصوديوم بالبارت بير مليون، تمام؟ انا اخدت القانون ده قبل كده في درس سابق، ان البي بي ام بيساوي كتلة المذاب بالجرام على كتلة المحلول بالجرام في 10^6، مع العلم ان كتلة المحلول هنا بيشمل المذيب والمذاب مع بعض، السوليوت والسولفنت مع بعض. طب نيجي نعوض تعويض مباشر في القانون، اذا البي بي ام بيساوي كتلة المذاب 25 جرام، كتلة السوليوشن كتلة المحلول 100 جرام، ب25 على 100 في 10^6. اذا تركيز المحلول اللي انا حصلت عليه بالبي بي ام بيساوي 250 الف بي بي ام.
في المثال السادس بيقول لو عندي محلول تركيزه 284 ألف بي بي إم، احسب عدد جرامات المذاب الموجودة في 100 جرام من المحلول. يبقى هنا الموجود معايا التركيز بالبي بي إم، المطلوب أو المجهول الماس أوف سوليوت، وموجود تاني معايا موجود معايا الماس أوف سوليوشن اللي هو 100 جرام. يبقى القانون اللي اخدناه في المثال اللي فات اللي هو البي بي ام بيساوي الماس اوف سوليوت بالجرام على الماس اوف سوليوشن بالجرام في 10 اس 6. طب انا عايز مين؟ انا عايز الماس اوف سوليوت، كتلة المذاب. يبقى كتلة المذاب يساوي طرفين في وسطين، يبقى البي بي ام في الماس اوف سوليوشن كتلة المحلول على 10 اس 6. إذن كتلة المذاب نيجي نعوض في القانون، كتلة المذاب يساوي 284 ألف في 100 على 10 أس 6. إذن كتلة المذاب بالجرام يساوي 28.4 من 10 جرام. في المثال السابع لو عندي 150 ملي من محلول ملح الطعام وبيحتوي على 45 من 10,000 جرام من كلوريد الصوديوم، احسب تركيز كلوريد الصوديوم بالبي بي ام. تمام، يبقى انا هنا عندي ايه؟ عندي القانون الثاني بتاع البي بي ام اللي اخدناه برضو في درس سابق، لو عندي مذاب بالجرام ومحلول بالملي. تمام، يبقى البي بي ام أخذنا إن هو ليه تعبيرين، يا إما ملي جرام بير كيلو جرام أو ملي جرام بير لتر. تمام، يبقى أنا هنا عندي إيه؟ البي بي إم في المثال ده معناها ملي جرام بير لتر، لأن هو عاطيني المحلول بالملي أو بالحجم. تمام، يبقى البي بي إم بيساوي الماس أوف سوليوت بالجرام على الفوليوم أوف سوليوشن، حجم المحلول كله بيشمل المذيب والمذاب مع بعض، بالملي في 10 أس 6. تعويض مباشر، إذن البي بي إم بيساوي 45 من 10,000 على 150 في 10 أس 6. إذن تركيز كلوريد الصوديوم الموجود في 150 ملي بيساوي 30 بي بي إم. في المثال الثامن بيقول لي ما مقدار وزن نترات البوتاسيوم بالملي جرام الموجودة في محلول وزنه 25 من 100 كيلو جرام، يعني ربع كيلو، وتركيزه 500 بي بي ام. تمام، يبقى أنا عندي أهو القانون بتاع البي بي ام بالملي جرام بير كيلو جرام. تمام، هنا عندي المذاب صلب والمحلول برضو عطيهولي كأنه صلب، عطيهولي بالوزن وليس بالحجم. تمام، اذا البي بي ام بيساوي الماس اوف سوليوت بالملي جرام على الماس اوف سوليوشن كتله المحلول كله بالكيلو جرام، يبقى الوحده عندي ملي جرام بير كيلو جرام. طب انا عندي البي بي ام كام؟ 500، والمطلوب عندي في المساله ايه؟ وزن نترات البوتاسيوم، يعني وزن المذاب بالملي جرام. تمام، وعندي كتلة المحلول اللي هي 25 من 100 كيلو جرام، طرفين في وسطين، إذن كتلة المذاب اللي هو نترات البوتاسيوم بيساوي البي بي ام 500 في كتلة المحلول 25 من 100، إذن كتلة المذاب بيساوي 125 ملي جرام. في المثال التاسع لو عندي محلول من السكروز حجمه 500 ملي وتركيزه 600 بي بي ام، ما هو حجم المحلول بالملي لتر الذي يحتوي على 15 من 100 جرام من السكروز؟ يبقى أنا عندي البي بي ام بيساوي الماس اوف سوليوت بالجرام على حجم المحلول بالملي في 10 أس 6. المجهول عندي الماس اوف سوليوت، كتلة المذاب اللي هو السكروز، كتلة السكروز بتساوي كام؟ بتساوي البي بي ام في حجم المحلول بالملي على 10 أس 6، بيساوي 600 في 500 على 10 أس 6.
يبقى كتلة المذاب يساوي 3 من 10 جرام، تمام؟ يبقى 3 من 10 جرام من السكروز موجودين في 500 ملي ماء مقطر عشان يدوني محلول تركيزه 600 بي بي ام. يبقى أنا كده عرفت كتلة السكروز، تمام، الموجودة في 500 ملي، تمام، اللي هي 3 من 10 جرام من خلال المعطيات اللي معايا في المسألة. طيب لو عندي 15 من 100 جرام، يعني نص الكمية دي، يبقى المفروض هدوبهم في كام ملي مية عشان يدوني 600 بي بي ام برضو؟ يبقى مدام نص الوزنة يبقى أكيد نص الحجم الموجود معايا عشان أحصل على نفس التركيز اللي هو 600 بي بي ام. طب نيجي نعمل عملية المقص كده. لو عندي 500 ملي من المحلول بيحتوي على 3 من 10 جرام من السكروز، إذا كام ملي من المحلول هيحتوي على 15 من 100 جرام من السكروز ويديني نفس التركيز اللي هو 600 بي بي ام؟ يبقى طرفين في وسطين. إذا كمية المحلول بالملي لتر بيساوي 250 ملي، اللي هو 15 من 100 في 500 على 3 من 10 بيساوي 250 ملي. في المثال الأخير والعاشر، كيف يمكنك تحضير محلول من أيون الألمونيوم بتركيز 200 بي بي ام وحجم المحلول المطلوب تحضيره 250 ملي؟ مع العلم أن مصدر أيون الألمونيوم هو كبريتات الألمونيوم. وأعطيني بين قوسين الأوزان الذرية للألمونيوم 27 والكبريت 32 والأكسجين 16 أتوميك ماس يونت، تمام؟ ده على طول قانون التحضير اللي احنا أخدناه برضو في درس سابق، اللي هو التحضير بالبي بي ام للمعادن أو للأيونات داخل المواد بتاعتها، تمام؟ يبقى هاخد كام جرام من كبريتات الألمونيوم؟ الماس بالجرام بيساوي البي بي ام التركيز اللي أنا عايز أحضره، في الحجم باللتر، في الموليكولار ويت الوزن الجزيئي لكبريتات الألمونيوم كلها على 10^3 في أتوميك ويت بتاع الميتال اللي هو الألمونيوم معايا في المثال بتاعي. إذا كتلة كبريتات الألمونيوم اللي أنا حوزنها على الميزان بتساوي 200 في 25 من 100، ده الحجم اللي أنا عايز أحضره اللي هو 250 ملي، هحوله لتر، في الوزن الجزيئي. يبقى لازم أحسب الوزن الجزيئي. طب الوزن الجزيئي أحسبه إزاي؟ مجموع الأوزان الذرية لكبريتات الألمونيوم. يبقى لازم أكون عارف الرمز الكيميائي لكبريتات الألمونيوم اللي هو Al2SO4x3، تمام؟ طيب إذا الوزن الجزيئي يساوي 342 جرام بير مول. نرجع نعوض في القانون. إذا الماس أوف ألمونيوم صلفيت بيساوي 200 في 25 من 100 في 342 على 10^3 في الوزن الذري للألمونيوم اللي هو 27. إذا الوزن اللي أنا حوزنه على الميزان بتساوي 633 من 1000 جرام من كبريتات الألمونيوم. يبقى أنا هاخد الوزنة دي اللي هي 633 من 1000 جرام وأدوبها في أقل كمية ماء مقطر لحد لما أتأكد إنها دابت تماما، وبعد كده أكمل بالماء المقطر لحد 250 ملي بالميجر سلندر. بكده نكون خلصنا درس النهاردة، وإن شاء الله الدرس القادم ناخد بعض المعلومات الضرورية عن كيفية التعامل مع الأخطاء في الكيمياء التحليلية. نلقاكم دايما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.